المعادلة اللي أنا عايز أقف عندها في كلام حضرتك وربما هي تطرح لأول مرة وهي جديدة جدا، هي مسألة أن هناك دائرة شيطانية يتم صناعتها. الموضوع حضرتك بتقوله ان هو احنا وجدنا انفسنا، لا، الحقيقة هي من قبل التنظيمات الارهابية هم يستهدفوا صناعة الكراهية والكراهية المتبادلة والاحتقان، ويستهدفوا من خلال هذه العمليات ان يرسخوا مبدأ الكراهية المتبادلة ما بين الأقليات المسلمة في هذه الدول وما بين الرأي العام في هذه الدول والمنظمات أو النظام السياسي أو الحكومات أو الأمن. وبالتالي يبقى الإرهابي المحتمل عنده أسباب أكتر تخليه يكره المجتمع، وبالتالي سهل إنه يفجره ويقتله ويدمره ويروح الكنيسة والمعبد اليهودي والبص يعني إلى آخره. بالظبط، الحقيقة هذه المعادلة الشيطانية مصنوعة تماما وموجودة في أدبيات التنظيمات الإرهابية، داعش بيشتغل على ده، القاعدة بتشتغل على ده، كل بقى التنظيمات المتفرعة من الاثنين الكبار في عالم الإرهاب والتطرف الحقيقة كلهم بيشتغلوا على يعني شوكة النكاية، اللي هو طول الوقت قاعد يشتغل على المجتمع الغربي، يخلق حالة واسعة جدا من الانتباه. يعني احنا بنتكلم على أجيال تالتة من المهاجرين العرب أو المسلمين، وارتباطهم بمجتمعاتهم الجديدة في أوروبا أكبر مجتمعاتهم في مثلا شمال أفريقيا. بالظبط، والسؤال يطرح نفسه، طب الجيلين اللي قبلهم اللي كانوا الحقيقة عايشين في هدوء وتم استقبالهم وتم إدماجهم وتشغيلهم والسماح ليهم يعني إن هم يولدوا ويعطوا صحيح. جنسيات لأولادهم، يعني كل هذا الميراث عنده 50 سنة مثلا، كل هذا الميراث الحقيقة بيضرب بيه عرض الحائط النهاردة من خلال هذا النشاط الإرهابي. هو عايز يدمر هذا القدر من التعايش ومن التآلف اللي كان موجود في عقود سابقة ستينات وخمسينات القرن الماضي مع مهاجرين من شمال أفريقيا، مع مهاجرين من دول عربية مختلفة، مع مهاجرين من دول أفريقية على سبيل المثال فرانكفونية وغيرها، وتواجدهم في أوروبا، وكان بيتم الترحيب إلى حد كبير بيهم، ومعظمهم الحقيقة منخرطين في المجتمع واشتغلوا، وهو عايز يضرب هذه المعادلة.